انتصف يوم القاهرة، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. إلى العناوين، تفاصيل النشرة. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأردن، معربا عن الدعم الكامل للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأردنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية. من جانبه أعرب العاهل الأردني عن تقديره لمساندة ودعم الرئيس السيسي، معتبرا ذلك تجسيدا لعمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير المناخ الداعم للقطاعات الصناعية الوطنية الكثيفة، وفي مقدمتها الإسمنت والحديد والصلب، لدورهما في النهوض بالاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وعدد من الوزراء المعنيين، حيث تم عرض التحديات التي تواجه قطاعي الإسمنت والحديد والصلب، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلا عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات. في اجتماع آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاج الدولة مسارا متزنا ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، بما في ذلك تطوير المناطق التاريخية في القاهرة. وخلال استقباله السيدة أدري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو، أشاد الرئيس السيسي بدعم المنظمة دوليا وإقليميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم وجهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم، كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو استمرارا للشراكة الممتدة بين الجانبين، والتعرف على جهود مصر لإحداث نقلة نوعية للحفاظ على التراث والحضارة المصرية. لا تزال رحلة موكب المومياوات الملكية بؤرة اهتمام الإعلام العربي والعالمي، حيث قدمت نموذجا للتفرد المصرية ما بين تاريخ عريق ومستقبل يليق بحضارة أنارت العالم، ليصبح موكب ملوك مصر القدماء خير دعاية للسياحة في مصر. وكأنهم بعثوا من جديد، بناة الحضارة الفرعونية، ملوك مصر القديمة، بعثوا ليروا أحفادهم بناة مصر الحديثة. استقبلهم الحفيد استقبالا يليق بمكانة وعظمة أجداده القدماء. 21 طلقة تم إطلاقها تحية واحتفاء بملوك مصر لدى وصولهم إلى المتحف القومي للحضارة. أساطير التاريخ تهادوا في موكب مهيب من قصرهم العتيق بميدان التحرير، يقودهم الملك سقن رع ويتقدمهم ركب من الدراجات النارية. 22 ملكا وملكة أقلتهم عربات صممت خصيصا لتحفظ لملوك مصر جلالهم وهيبتهم، عربات زينت برسومات ونقوش فرعونية وصممت بأياد مصرية خالصة، وداخلها زودت بغاز النيتروجين حفاظا على سلامة المومياوات. أجواء أسطورية ورحلة ذهبية استغرقت نحو 40 دقيقة وصولا إلى قصرهم المنيف الجديد المتحف القومي للحضارة. الرحلة الملكية قطعت طريقها عبر ميدان التحرير على وقع أنغام حية تعزف لأول مرة في تاريخ الموسيقى والفن لموكب سيار. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مقر المتحف القومي للحضارة واستمع إلى شرح تفصيلي حول ما يضمه المتحف من مقتنيات وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات. احتفال تاريخي توقفت عنده عقارب الساعة،
وسطرت صفحة جديدة في تاريخ عظماء مصر قديما وحديثا، عنوانها قائد احترم تاريخ بلاده العظيم فاستطاع رسم ملامح مستقبلها الأعظم. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة، مثمنا الجهد المقدر الذي تبذله الكونغو لإطلاق عملية تفاوضية تقضي إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا يراعي مصالح الدول الثلاث. جاء ذلك في رسالة سلمها وزير الخارجية سامح شكري إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الإفريقي عقب افتتاح الاجتماعات الجارية في كينشاسا بشأن مفاوضات سد النهضة. وأكدت الرسالة نية مصر الصادقة في التوصل لاتفاق منشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل. وخلال مشاركته في اجتماعات كينشاسا مع وزير الموارد المائية والري، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تفاوضت على مدار 10 سنوات للتوصل لاتفاق يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ حقوق ومصالح دولتي المصب، مشددا على ضرورة أن تؤدي الاجتماعات لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات يحضرها الشركاء الدوليون لضمان نجاحها، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات تعتبر بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها الدول الثلاث من أجل التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل السد خلال الأشهر المقبلة وقبل موسم الفيضان المقبل. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع المياه مياه النيل الأسبق. دكتور أهلا بك وكل التحية. إذا ما يجري من مفاوضات بالكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة هو أمر يجب أن يتم التركيز عليه من خلال هذه المفاوضات، كيف تثمنها؟ طيب أنا هي رؤيتي أن المفاوضات الجارية في الكونغو الديمقراطية بتتم في إطار واقع مختلف عن اللي كان موجود خلال السنوات الماضية. لو بصينا للوضع الداخلي في اثيوبيا يعني او في الدول الثلاثه، يعني في مشاكل داخليه معقده داخل المجتمع الاثيوبي، مشاكل مع دول الجوار واولهم السودان، مشاكل خارج الحدود اللي هي خاصه بعدم الوصول لاتفاق مع مصر حتى الان يعني، ومشاكل مع المجتمع الدولي وعلى الاخص عمليات التطهير العرقي في اقليم التجريه. الحاجة الأخيرة إن في انتخابات داخلية في شهر يونيو القادم في أثيوبيا، وفي مزايدات كثيرة بتحصل واستغلال سياسي لقضية سد النهضة. في السودان طبعا في صحوة للمخاطر اللي هيسببها السد لسكان النيل الأزرق والمجرى الرئيسي لنهر النيل، وفي مصر في تحذيرات واضحة من القيادة السياسية المصرية بعواقب عدم الوصول لاتفاق، وان مصر ملتزمه بالمسارات السياسيه حتى اخر لحظه. ولكن يعني كما يعني صرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطوط حمراء فيما يتعلق بالامن المائي المصري والامن القومي المصري. ده بالنسبه لرؤيتي. القضايا الرئيسيه المعلقه في عمليه التفاوض حتى الان فيها جانبين فنيين وفي جانب قانوني. الجانب الفني الأول هو ضرورة الاتفاق على قواعد واضحة لملء الخزان وإدارته وتشغيله بالمستقبل وتبادل البيانات والمعلومات اليومية. الفني الثاني إكمال دراسات أمان السد. بالنسبة للقانوني اتفاق قانوني عادل وملزم لجميع الأطراف، بس ولكن هذا بيتطلب إرادة سياسية لحسم القضايا الخلافية وعدم الشروع في الملء ال13.5 مليار متر مكعب المفترض تخزينهم في موسم الفيضان في شهر يوليو القادم. يعني دي القضايا الرئيسيه المعلقه. ايه بقى اللي احنا يجب ان احنا نركز عليه في المفاوضات الجاريه اللي هي المفروض انها ستستكمل غدا؟ يعني انا رايي ان في مجموعه من الاسئله اللي يجب ان يطرحها كل من الجانب المصري والجانب السوداني
وعلى ان تكون الاجابه بتاعتها بنعم او لا، يعني مفيش وقت للحوار كتير حوالين واعتقد ان المفاوض المصري فندم فعلا انتبه لهذا. أي. فكره يعني مد طول المفاوضات ومد يعني اثرها بدون جدوى حقيقيه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الاسبق. يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 74. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مجلس الشيوخ محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر. محمود، بعد التحية ضعنا في تفاصيل جدول مناقشات مجلس الشيوخ اليوم. نعم مروة، بعد التحية، منذ ما يقل قليلا عن الساعة بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، إلا أن المجلس استأنف النقاش حول مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري. مشروع هذا القانون كان قد طرح للنقاش خلال جلسة يوم أمس ووافق المجلس عليه من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وفي هذه الأثناء يستأنف النقاش حول باقي مواد مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى مساعدة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات التنموية والخدمية إلى جانب المساهمة في مشروعات البنية التحتية، وكذلك تطوير العشوائيات ومواجهة ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، إلى جانب أيضا المساهمة في كل المشروعات التي من شأنها تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. وفي مادته الأولى ينص مشروع هذا القانون على أن ينشأ هذا الصندوق، صندوق الوقف الخيري، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره القاهرة وله الحق في إنشاء فروع أخرى بباقي المحافظات. أيضا هذا الصندوق يعني يكون له حساب خاص وتعفى أمواله وعوائده من الضرائب، ويعطي هذا الصندوق ميزة للمتبرعين بأن تعفى قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي. من المقرر أن ينتهي المجلس من مناقشة مشروع هذا القانون ويوافق عليه نهائيا. بعد ذلك سيستأنف المجلس مناقشة جدول أعماله باستعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 74. مشروع هذا القانون ينظم طبيعة عمل وأهداف النقابة واشتراطات الالتحاق بها، حيث يشترط على عضو النقابة أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا أو ما يعادلها من درجة علمية يقرها المجلس الأعلى للجامعات. أيضا يعمل مشروع هذا القانون على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين ولخروج منتج هندسي يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحاصلة. نعم. وغير ذلك من أهداف مشروع هذا القانون. من المقرر أيضا أن يكون هذا مشروع هذا القانون مطروح للنقاش وسوف ينتهي المجلس من مناقشته خلال جلسة اليوم بإذن الله. شكرا جزيلا لهذه التفاصيل. الزميل محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لك. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن عرضا معلوماتيا سلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجا دوليا ناجحا في دعم اللاجئين ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل مصر في كلا الملفين. وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، هذا إضافة إلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكل أشكال تهريب المهاجرين. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون المصرية. شكرا لحضراتكم ونلقاكم على كل خير في أمان الله. إلى اللقاء.